نعود بكم للحديث عن الفساد الحكومي المتفشي في العراق ومزاعم محاربته من قبل الحكومة الحالية. ينضم إلينا إبراهيم العجيلي، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، عبر الهاتف من لندن. سيد إبراهيم، بداية أهلا بك. مصادر أمنية تقول إن قوة خاصة اعتقلت عددا من المسؤولين من بينهم رئيس هيئة التقاعد السابق، هل يفي الكاظم بوعوده في محاربة الفساد بمثل هذه الخطوة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجميع مشاهديكم. أهلا بك. في جميع أنحاء العالم. والحقيقة أن مكافحة الفساد هي مسألة ضرورية يعني وواجبة، لكنه من أين يبدأ التنظيف؟ يبدأ من الصغار، من الناس الذين لا يرون بالعين المجردة. المفروض حيتان الفساد الكبار هم الذين ينبغي الإطاحة بهم، نعم، وهم الذين سيجلبون جميع الفاسدين الصغار الذين يعملون أو يساعدون في العمل أو مستفيدين من العمل. وإحنا عندنا شواهد كثيرة على الفساد في وزارة النفط مثلا، جولات التراخيص عندنا، نعم، في وزارة المالية عندنا، في البنك المركزي، في الكبار يعني، في حتى في مجلس الوزراء الكبار. يعني معقول؟ نعم. لا يهتدي السيد رئيس الوزراء الحالي الى رؤوس الفساد الكبيره، الى اولئك الحفاة؟ نعم. الذين لم يلبسوا جاكيت في حياتهم واليوم اصبحوا مليارديريه مثلا. الم يهتدي الى السؤال من اين لك هذا؟ نعم. يعني شو يروحون على الاذناب؟ هذول عوامل مساعده، وش قد ما هم يعني يعترفون على فسادهم، فلن يصل، نعم، الى 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 كعب اقدام الفاسدين الكبار. نعم. سيد ابراهيم، يعني اللافت ان عمليات الضبط تتم لمسؤولين سابقين، هل يمكن بالقبض على المسؤولين السابقين وقف الفساد ونزيف الاموال العامه؟ لا، هم لو فعلا يقبضون على المسؤولين الفاسدين القدماء الرؤوس اقصد اني، نعم، يعني يضعون ايديهم على وزير مدير عام وزير، وانت طالع هذاك الوقت يبين ثقل محاسبه الفاسدين ومطاردتهم، نعم، واستعاده الاموال وتقديمهم الى المحاكمه. يعني هذا القصد، يعني لو كان هو مسؤول سابق وزير سابق وسارق يجيبوه راسا وتقدموه، معروفين يعني. نعم. ناس ما عندهم، كانوا مشردين في بلدان العالم، كانوا لا يملكون قوتهم، نعم، فكيف اصبحوا الان يملكون المليارات؟ هذا يكفي يوجه لهم التهمه انهم هذول سارقين، نعم، فاسدين. وحتى السيد الكاظمي نفسه، نعم، يشار اليه بالفساد ايضا يعني من اطراف كثيره. تلاحظ يعني هناك اسس لهذه الاشارات، وليس ولم تكن من الفراغ. نعم. سيد ابراهيم، بحسب تحالف الفتح فان تعيينات الكاظمي في الحكومه الجديده تضمنت اسماء متهمه بالفساد المالي والاداري كذلك. ما الذي يدفع الكاظمي للاستعانه بكوادر عليها شبهات؟ وهي هذه النقطه المهمه، لانه الاستاف القديم منذ 2003 لحد مجيء الكاظمي كله مشوب بالفساد، جميعهم مشوبين بالفساد ابتداء من الرأس إلى أقمص القدمين. نعم. فلا يمكن أن تكون مقبول أن يكلف واحد من هاي السلسلة من 2003 إلى يومنا هذا، تجي أنت أو أنا ونكلفه بمهمة لأنه مشوب بالفساد وعليه وصمة الفساد موجودة. نعم. وهناك يعني مظاهر الفساد أيضا معروفة، ناس أسرى ويملكون عقارات ويملكون أموال وحسابات وأرصدة بالبنوك بالملايين بل بالمليارات. فكل الستاف من 2003 إلى يومنا هذا كله مشبوه. نعم. وكله مشبوه بالفساد. في سؤالي الأخير، نعم، لا يصح يعني، نعم، لا يصح تعيينه.
في سؤالي الأخير إليك سيد إبراهيم، يعني هيئة النزاهة تقول بأن ما يزيد على 479 ملف استرداد دولي صدرت بحق مسؤولين مدانين هاربين خارج البلاد، لماذا لا يبدأ بهم الكاظمي؟ أم أن هناك عملية حماية مبطنة من عدم ملاحقتهم مثلا؟ هسه دول الفاسدين حتى ما معلنة أسمائهم بالإعلام، بالإعلام يعني ما معروفة بالضبط، يعني من هم؟ بعدين الانتربول الدولي شنو شغله؟ يستدعوهم يقدرون يجيبوهم. احنا نعرف وزراء فاسدين، رؤساء وزراء مشبوهين بالفساد وهم عليهم ملاحظات جديه وموجودين في العراق. هسه هذول الموجودين يمكن تكرفتوهم، حاسبوهم، خلي شوف من اين لك هذا، اذا ما عندكم شواهد عليهم من اين لك هذا، وتحاسبوا معاهم. اما اللي برا مجرد مذكره الشرطه الدوليه تجيبهم. وصلت الفكره، نكتفي بهذا القدر. ابراهيم العجيلي، عضو اللجنه العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا لك.